السلام عليكم. اليوم معانا الهوم باريستا ابو خليفه. ابو خليفه، اليوم انا ابيك تعلمني شو السبب اللي يخليني اروح اشتري لي ماكينه نفس هذه الماكينه مختصه واحطها في بيتي. سؤال وجيه. من غير موضوع الماكينه في القهوه بالفرن المنزلي، ليش تطبخ ساعات في البيت ما تاكل من المطعم؟ في البيت تقدر تطبخ على مزاجك، تحط المكونات على مزاجك. اما في المطاعم مثلا يحط لك يمكن من غير نفس، يمكن يحط لك كميات انت مشرغف فيها، سواء من الملح، من المكونات الباقيه، من كل شيء. فهني انت تقدر تختار نوع القهوه اللي انت تبغيها. مثلا القهوه لها صلاحيه سنه من تاريخ التحميص، يعني هذه تحمصت شهر 4 او شهر 3 2020، يكتبون لك صلاحيتها سنة، بس هي في الصج يعني في الواقع 6 شهور عقب الكافيين، يعني خلاص يعني يختفي تقريبا منها. فأنت لازم لما تشتري القهوة لازم تعرف الريجن زين، تعرف يعني من وين جات، من أي مزرعة، فيها تفاصيل شوي، خلنا نقول إنها مش معقدة بس دقيقة. حلو. لما أنت تسوي قهوة مختصة منزلية تختار اجود انواع القهوه. طبعا لما ترفع معيار الكواليتي في القهوه، المحلات ما يرفعون، اغلبيه المحلات همهم غايه ربحيه، يعني يبون فلوس، مكسب من وراء هالشيء. اما في القهوه انت تدش مزاد، مثلا تشتري قهوه نادره تعطيك ايحاءات غريبه، طبعا ايحاءات هي النوتس يعني بالانجليزي، بس انها هي تقرب لك، يعني مثلا هني التفاح والفانيلا، الليموناده، في يعني اشياء من الفاكهه الغريبه. سبحانك يا رب، المواضيع متعدده لازم نشرحها، يبي لها حلقه كامله تفصيليه تشرح لك شنو معنى الايحاءات في القهوه، لان هي تلقط الاشياره يعني من الطبيعه. وفي ناس يقول لك لا، هي يعني كبذور يعني هي تنتج هذه المكونات. فالموضوع بسيط جدا، انه يخليك ان انت تشتري ماكينه في البيت تقريبا لمرزوكو، يعني من اجود المكاين. انت يعني ما شاء الله عليك شريت الماكينه هذه، هي من افضل المكاين، في اللي اصغر منها اللينيا ميني اتوقع زين، وهي زينه حق البيت. طبعا هذه يعني حق مثل ما تقول حق السوبر هوم باريستا، يعني شيء يعني المفروض يكون في كوفي شوب، بس في ناس تفضل انه يكون عندها في البيت. اذا هل الموضوع معقد؟ يعني اذا بستخدم ماكينه نفس هذه هل والله صعبه؟ لا مش صعبه، انت تبي تعقد الموضوع انت بتعقده، بس الموضوع بسيط جدا. ماي حار، حرارته 92، السيتنج طبعا انت ما له داعي انك تلعب فيه كل يوم، هو مره واحده من الشركه، انت لما تشتريها بيعدل لك السيت اب مالها زين، وتم عليه. ايوه، بس عندك انت لازم تعرف ان الاستخلاص مال الاسبرسو ما بين 24 ثانيه الى 30 ثانيه. يعني انت لازم تكون مبطل الماي على القهوه لمده 30 ثانيه، او من 24 الى 30 ثانيه. طبعا فيها برشر، يعني فيها قوه ضخ. هذه الديتيلز في ناس ما يبون يدشون في التفاصيل، في ناس بس يقول لك انا بعرف شلون اسوي قهوه، انا رايح الدوام عندي 5 دقائق. فالموضوع بسيط جدا، عندك البورتو فلتر اللي الناس يسمونها الذراع، اللي هي يعني يحطون فيها القهوه، في مقاييس حق الباسكت، هذه مثلا يعني تشيل 17، خلينا نتكلم في اليوم في البيسك. حلو، تشيل 17 بنحط فيها 7، قلت لك هذا 17 يكون معياره، الله يطول بعمرك، يعني لازم الهوبر اول شيء يكون يعني مليان، عرفت؟ لان تغير نوع الطحنه، تتغير اذا كان الضغط هني يغل، كل ما زادت القهوه هني كميتها زادت، الطحنه تكون نفس المعيار، التغير اذا خفت لان في يمكن ضغط او شيء جي. فالموضوع بسيط جدا، احنا بنطلع الحين طلعنا القهوه من الماكينه. طبعا بنتكلم في موضوع الماكينه شلون طريقه الطحنه ونوع الطحنه، اذا كانت طحنه زينه حق اسبرسو ولا حق فلتر، تكون يعني مثل ما تكون نفس الرمل تقريبا، قريبه مشابهه للرمل او السكر، يعني طحنه خفيفه. سبعة عشر وهو 17، باسكت 17 على 17 جرام قهوة. وخلك من الأجزاء من الجرامات،
عندك هذه الأداة، هي شو تسوي؟ ترتب لك تفاصيل يعني جزيئات القهوة، توزعها بالتساوي لما تكون متساوية. وعندك الأداة هذه اللي هي التمبر، نفس الختم يعني، بس تضغطها شوي عشان تكون راصة في بعض الجزيئات. حلو، بس لازم تكون ضغطة سيدة يعني، ما له داعي انك تضغط القوة بالعدال. 360 درجة. حلو، الميزان عندك هذا اللي هو الكاية، دائما تحط نقطة الماء والمربع عشان تعرف نزول القهوة عليه اذا شغلك صح ولا لا. وقت الاستخلاص، الاستخلاص يعني نزول القهوة في الكوب خلال الوقت اللي هو المحدد، وهني يحسب عندك. طبعا احنا نحط فترة ترطيب اللي هي 5 ثواني تقريبا. طبعا المسميات اللي تشوفها اللي هي كورتادو، فلات وايت، بيكالو، لاتيه، هي كلها تفرق في الحليب. اما الاسبرسو يستوي من 24 ثانية الى 30 ثانية، فعند ال 30 احنا نوجه في 32 ملي من طبعا الحليب له عدة طرق ان انت تسويها، بس انه عشان ما لهم بالطويلة الجماعة نبسطها عليهم. البيجنر يعني طبعا بس عليهم ان القطعة هذه اللي هي في نهاية الحديدة هذه تكون بهالطريقة، زين، عشان اذا انك تبي يعني رغوة. طبعا الحليب اذا مسكته صار حار تعرف ان الحليب يكون جاهز. جاهز حق الرسم.